عايز افرجك على فيديو تاني عن الطيران، هو ظريف جدا وصغير قوي، دقايق يعني، اتفضل. بس هيخلينا نشوف الطيران قد ايه معقد، وهنقارن ده بالايه، بالديناصور. ربما لا يوجد كائن حي جذب خيال الإنسان أكثر من الطيور. خلقت الطيور في اليوم الخامس قبل أن يخلق الله الديناصورات والحيوانات البرية الأخرى. يعمل تصميمها المعقد في انسجام كامل ليجعل الطيران ممكنا. تأمل طائر النورس. أولا هو مصمم ليكون خفيفا، عظامه جوفاء ولكنها مقواة بدعامات. تبنى المهندسون هذا التصميم في أجنحة الطائرات وعوارض الصلب لكونها مثالية للوصول لأقل وزن وأقصى قوة. بالإضافة إلى خفة الوزن، نجد الطيور متزنة، مركز ثقلها تحت الأجنحة. تجذب عضلات الصدر القوية الأجنحة إلى أسفل، بينما يجذب نظام بكرة عضلي عبقري الأجنحة إلى أعلى. تصميم آخر هو الترقوة. بدمج عظمتي الترقوة تصبح عظمة قوية ومرنة في الوقت نفسه، وذلك لتعمل على منع قوة عضلات جناح الطائر من سحق صدره. الطيور أيضا تمتلك نظام تنفس عالي الأداء، فريد في عالم الحيوان. بدلا من رفع وخفض الحجاب الحاجز والأضلع باستمرار، تضخ عضلات الطائر الهواء مباشرة في أكياس هوائية وعظام جوفاء. في الوقت نفسه نجد القفص الصدري القوي والخفيف في آن ممسوكا بتركيبة ذكية من العظام المدمجة والدعامات. تصميم حيوي عند الطيور هو مساحة الرفع الواسعة، ينفذ ريش الطائر وجناحاه ذلك بطريقة جميلة. أوردة الريش المركزية جوفاء لضمان الخفة، كما يقاطعها شعيرات لضمان أقصى قوة. في قاعدة الريش تقوم عضلات فردية التحكم بتحريك وتدوير كل ريشة مغيرة شكل الجناح لتحقيق أقصى ارتفاع. يتحكم الريش الموجود في الذيل والأجنحة في الملاحة. إن كل خاصية في الطيور بدءا من عضلات الصدر وحتى ريش الأجنحة مصممة جيدا للطيران. فهل تفتكر ان الديناصور العملاق ده يتحول الى طائر كده عبر ملايين السنين؟ مفيش ميكانيزم، مفيش وسيله تحوله لهذا النوع. والايه بتقول كجنسه. بالظبط كده، وده لازم نحترم كلمه الله يا قسيس نزار، لان هي مكتوبه بدقه. احنا مش هنا عشان نؤديت البايبل، احنا مش اعلى منه، احنا عايزين نتعلم منه بالروح القدس وبالاستناره اللي حضرتك اتكلمت عنها.